احنا خلصنا المقدمة اللي قلناها عن المخطوطات عموما، هنبدأ ندخل في المخطوطات الكتاب المقدس أو بالظبط العهد الجديد. العهد القديم احنا قلنا فكرة سريعة عنه، المهم دلوقتي العهد الجديد ازاي الكتاب المقدس وصل لينا. الأول الكتاب المقدس اتكتب ازاي؟ كلامي لو هيبقى شكله نقدي شويه، الحته اللي ما تعجبكمش وقفوني. انا كنت لسه بحكي للسيد بقول له ما بحبش الاسئله بعد المحاضره، ساعه المحاضره وقفوني زي ما انتوا عايزين، ما مش مشكله. التلاميذ كتبوا الكتاب المقدس ازاي؟ العهد الجديد اجتمعوا هم ال 12 وهم 70 وقعدوا يالفوا الانجيل وقرروا ان الاسفار هي الانجيل. ما عندناش الكلام ده. هل الانجيل نزل على التلاميذ؟ ما عندناش الكلام ده. اذا طريقه كتابه الانجيل عندنا مختلفه شويه. القديس بولس الرسول كتب رساله وبعتها للناس اللي بشرهم مثلا في فيليبي او في افسس او في اي حد. رساله عاديه. خدوا الرساله قروا الرساله في الكنيسه عجبتهم جدا فابتدوا ينسخوها من بعض. مش ينسخوها على انها كتاب مقدس. بينسخوها على انها رساله جايه من بولس الرسول ليهم. فتيجي الكنيسه اللي جنبهم عجبتهم الرساله فنسخوها منهم وهكذا. دي تقريبا الفكره ازاي كتاب مقدس اتكون. رسائل او اناجيل تلاميذ كتبوها انتشرت في الكنائس، ابتدى يبقى في حاجه اسمها قانونيه الكتاب، قانون الكتاب المقدس. ايه هي الاسفار القانونيه؟ ابتدت تتجمع فابتدح ان الكتب الفاتنة دي بقت اسمها الكتاب المقدس. فابتدى يبقى في قواعد في ازاي ننسخ الحاجات ديت من بعضنا البعض. دي فكره سريعه ازاي الكتاب المقدس كان بيتكون. بعد ما ابتدينا نراجع النسخ لقينا في اختلافات بين نسخ الكتاب المقدس. الاختلافات دي جت منين؟ كل العلماء تقريبا اجمعوا، العلماء النقديين بتوع الهاير كريتيسيزم اللور كريتيسيزم كله اجمع ان الاختلافات في العهد الجديد ليست لها اي قيمه على الاطلاق بالنسبه للعقيده المسيحيه بنسبه 100%. يعني ما فيش اي اختلاف في العهد الجديد له اي قيمه بالنسبه لاختلاف العقيده او بالنسبه لقيمه العقيده المسيحيه. آية فيها قراءة غير قراءة لا تؤثر في العقيدة. العقيدة ثابتة بباقي آيات العهد الجديد. هنبدأ نشرح حاجة الأخطاء بتيجي منين. الأخطاء في كتاب المقدس عادة بتبقى أخطاء مقصودة أو أخطاء غير مقصودة. واحد قاصد يعمل حاجة واحد مش قصده يعمل. يعني ايه اخطاء غير مقصودة؟ انا في نص قدامي بنسخه. نفتكر يا سيدنا تقصد اخطاء ولا اختلافات دلوقتي؟ اخطاء في النساخ. اخطاء في النساخ. انا دلوقتي في رسالة عندي او في عندي انجيل القديس يوحنا انا بنسخه. يعني ايه انا بنسخه؟ في الكنيسة الاولى كان في نساخ رسميين تبع الكنائس، وكان في نساخ ممكن نسميهم فولنتيرز زينا في الديف. انا باخد كتاب بيعجبني بنسخه. انا بنسخ الكتاب ده لنفسي. انا لما دخلت الدير قالوا لي في عندنا مري اسحاق ويستحسن انك تنسخه لنفسك. فاخدت نسخه بتاعت ابونا كرولوس الله يناح نفسه. نسخه ابونا كرولوس دي كان واخدها من ابونا متى المسكين، ابونا متى المسكين وكان واخدها من البابا كرولوس. فالسلسال بتاع النسخه دي عارفينها. في نسخه ثانيه في دير ابو مقر برضك بتاعت ابونا مينا اللي هو اكبر راهب عندنا، ده كان واخدها من دير سوريان. فبتاعت البابا كرولوس دي بتاعت دير البراموس. ده ماري اسحاق وده ماري اسحاق.
لكن في اختلاف بين الاثنين. لما جيت انسخ بساله انسخ من اي نسخه؟ فقالوا لي لو انت شاطر وغاوي النساخه خد النسخه بتاعت ابونا مات المسكين دي جايه من دير البراموس ودير البراموس كان فيه شيوخ فخد النسخه بتاعتهم. قلت لهم يعني في اختلاف بينها وبين السوريان؟ كان ساعتها لسه الموضوع يعني ايه في اختلاف بين الاثنين. بيجي الاختلاف منين؟ فلنفرض في كتاب دلوقتي انا عامل كتاب بستان الرهبان في الدير. هقول خطا بسيط قوي قوي يجي منين؟ انا عامل كتاب بستان الرهبان فجاه هنقسم دول مثلا مجموعتين، حد في المجموعه هنا بيقول لي ممكن انسخ كتاب بستان الرهبان؟ قلت له خد يا ابونا انسخه. فقام كتب كتاب بستان الرهبان وقام نسخ نسخه لنفسه. جه واحد في دير ثاني عارف ان انا عامل بستان الرهبان. فقال لي ممكن يا ابونا انسخ بستان الرهبان؟ قلت له خد يا ابونا انسخه. فقام كتب بستان الرهبان وقام نسخ الكتاب. احنا لسه ما دخلناش في الكتاب من جوه. ايه الفرق بين النسختين؟ هنا نسخ كتب كتاب بستان الرهبان ونسخه. هنا كتب بستان الرهبان ونسخه. خد بالكم الخطأ ده خطأ تافه ملوش قيمة، لكن خطأ حصل. بعد كده أبونا هيدي كتاب لواحد تاني ينسخه، أمين جدا في النساخة فهيكتب كتاب بستان الرهبان وينسخ كتاب. وأبونا هيدي كتاب لواحد تاني هيكتب بستان الرهبان وينسخ كتاب. يبقى الخطأ اللي جه من الكلام ببساطة أصبح جزء من النص بعد مرور السنوات. بقى ده اسمه كتاب بستان الرهبان وده بقى اسمه بستان الرهبان، رغم إن كتاب واحد. ده بنسميه بعد كده اللوكال تكست، بس دي كلمة سريعة عنه. تيجي أخطاء النساخة منين؟ الأخطاء غير المقصودة، أنا بنسخ في أخطاء بتيجي من العين. ده نص قدامي الورق اللي انا عارضه ده هو دي مخطوطات حقيقيه عندنا في الدير، مش مخطوطات، مش ورق انا عامله للشرح منه، ده مخطوط رسمي جوه دير ابو نقار في المكتبه انا صورت منه صفحه فيها خطا. ناسخ قاعد يكتب، كانت الطريقه بعد ما يخلص الكتاب يراجعه. في واحد امين في المراجعه وواحد خلقه ضيق فنسخ وما راجعش. ده كان سان امين في المراجعه لانه واضح ان التصحيح تقريبا بنفس الخط بتاع الكتاب. نشوف اللي هو كاتب ايه في العلامه دهيت، معناه في حاجه ناقصه هنا اللي هي السطر اللي ورا ده مكانه هنا. نقرا مكتوب ايه؟ هقرا من السطر اللي فوقيه. بيقول ومن شتمني فقد شتم الاب الذي ارسلني، وكما أرسلني الآب لخلاص الخطاة. ولما قال هذا نفخ في وجوههم. جملة مكتوبة كده. لما جه يراجع حس إن الجملة مش مفهومة أوي. فبيبص الأصل لقى نفسه نسي سطر. فقام كتب النص السطر ده في الجنب. الجنب كتب إيه؟ ومن شتمني فقد شتم الآب الذي أرسلني وكما أرسلني الآب لخلاص آدم وخاصته كذلك أرسلتكم أيضا في خلاص الخطاة. ولما قال هذا نفخ في وجوههم. من بعيد شايفين النص؟ إيه سبب الخطأ؟ خطأ العين. طب ليه؟ جت منين خطأ العين؟ وليه نط سطر؟ في كلمة مكررة هنا. الجملة دي بتنتهي بخلاص. فهو بيبص وبيكتب فعينه جت على كلمة خلاص اللي تحتيها اللي كانت في السطر الثاني في المخطوطة فنقل من السطر اللي بعده. دي احتمال بنسبة 99% ان الكلمة دي كانت آخر السطر، كانت خلاص هنا وخلاص هنا أو في أول السطر خلاص وخلاص. فالعين تنط من سطر لسطر لما تكون الكلمة بتاعت أول السطر مكررة. فهو بص وشافها وقام نط على السطر اللي بعديها. ده خطا مشهور قوي العلماء بيسموه الخطا الهوميو تليفتوتل او هوميو تليفتوتل.
هوميو جاء من هومو أوسيوس. عارفين كلمة هومو أوسيوس وهومو إيوسيوس؟ هومو إيوسيوس هي مشابه، وتلفته يعني النهاية، يعني السطر ده مشابه للنص، السطر ده في نهايته، فعينه نطت من سطر لسطر. ده خطأ عين غير مقصود، شاف السطر بالشكل ده قبل ما نقله. لو كان النسخة دهيت ما صلحهاش وتنتها في الدير بالخطأ، اللي هيجي بعد ينسخ هينسخ بالخطأ ده، والخطأ ده هيمشي في الدير بعد كده من غير ما نعرف ان كان في نسخة فيها تصحيح في الأول. نشوف مخطوطة تانية. ويتلمذ، هي ويتلمذ يعني، ودي دال تبقى عليها نقطة، يتلمذ لمعلم من كهنة البيعة، فليس هو مسيحي فهو يهودي أو حنيفي. نفس طريق الخطأ، فليس هو مسيحي، وكل من ليس هو مسيحي فهو يهودي أو حنيفي. نفس نوعية الخطأ، تكرار كلمة مسيحي خلت العين تنط من سطر لسطر. دي لما تتكرر مع واحد، دي أول نوع من الأخطاء، خطأ العين، لإما ينط من سطر لسطر أو يكرر سطر. صيغة ثالثة مود التجرافي، إن يكون في الجملة بعد ما خلصها وجه يبدأ من جديد، عينه رجعت لنفس السطر فينقل السطر من جديد فيدخل سطر تاني في النساء. أنا بتكلم عن أخطاء النسخ عموما، ملهاش دعوة بالعهد الجديد. أي واحد بينسخ ممكن إزاي يقع في النسخ. أخطاء الودان، إن يكون في واحد بيمل المجموعة هما بينسخوا وراه. فحسب نطق الكلمة، لو واحد النطق بتاعه مختلف شوية يبقى أنا حسب ما هسمعها، أو لو أنا سامع تقيل شوية يبقى حسب ما هسمع الكلمة، أو لو الكلمة مشابهة في القراية، ودي في آيات في الإنجيل بالشكل ده. كلمة هيمون دي للملكية، لما تبدأ بيوبسلين أو تبدأ بإيتا، والاثنين أصلا نطقها هيمون. مثلا هقول مسيحكم، هقول مثلا تون خريستوس هيمون، مسيحنا تون خريستوس هيمون، دي بالظبط في النطق، بس دي تبدأ بإيتا والتانية تبدأ بيوبسن، والاتنين التنفس هائي هيمون وهيمون. فلما يكون واحد بيملي واللي قاعد بينسخ وراه حسب ما فهم الآية هيكتبها، فهيتولد خطأ نتيجة السمع. ده يسموه ديكتوغرافي، يعني ده يسموه إيتاسيزم، خطأ الزودان يسموه إيتا، وحرف الإيتا إيتاسيزم، يعني سمع الإيتا أو اليوبسلين بنفس النطق. ده أخطاء الأذن. في أخطاء تانية مقصودة بقى، قلنا الأخطاء دي غير مقصودة. واحد قرأ شاف بعينه حرف نقله مكان حرف، كلمة مكان كلمة، سطر طار منه، سطر كرره، سمع كلمة غلط. لا، في أخطاء مقصودة. يعني إيه أخطاء مقصودة؟ واحد قرأ الآية حس إن فيها غلطة، مش غلطة من يوحنا الحبيب اللي كاتب الإنجيل، حاسس إن النسخة اللي كل واحد بينسخ ده بينسخ من كتاب قدامه، مش بينسخ من كلام يوحنا الحبيب أو كلام بولس الرسول، ده حاسس كتاب قدامه بينقل منه، فحاسس إن في جملة خطأ قدامه فبيحاول يصلحها. مثلا فقال المسيح للفريسيون، تمشي كده عربي؟ لا، ما تبقى إيه؟ الفارسيين. فانت قلت كنت بتنقل لقيت انا كاتب فقال المسيح للفارسيون، مستحيل لو تعرف لغه عربيه مش هتكتبها الفارسيون، هتكتبها للفارسيين. طب ما هذا زي الاصل مكتوب الفارسيون. فانا ده بقول خطا مقصود، ان واحد بيشوف في النص اللي قدامه كلمه مكتوبه شكلها غلط من وجهه نظره، شايف فيفكر ان هو يصلحها. هديكم مثلا مشهور وهنجيبه النص على الشاشه في الاخر، بدايه انجيل مرقس. ممكن لو اي حد معاه انجيل ويخلي معاه اقول اي ايه، زي مثلا يفضل يكون مش بالعربي،
انجلش مثلا حاجه، مش كينج جيمس كمان يعني انجلش بتاعها، بل انجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في الانبياء، هوذا انا ارسل ملاكي قدامك يهيئ الطريق قدامك، صوت صارخ في بريه عدو طريق الرب. فاكرين الايه دي كلكم؟ حد اللي طلعها بالانجليزي وشوف انا ده انا قلته صح ولا غلط. بدء انجيل يسوع المسيح ابن الله كما هو مكتوب في الانبياء، هوذا انا ارسل لوجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك صوت صارخ في البريه. أول إقراها القطعة الثانية كما هو مكتوب. الآية ها أنا أرسل. طب قبل الآية دي ما حدش لاحظ أنا قلتها إيه؟ كما هو مكتوب في الأنبياء. كما مكتوب ولا كما هو مكتوب؟ كما هو مكتوب في الأنبياء. أنا بقول بالعربي أنتوا بتقروا بالإنجليزي، أنا بص بالإنجليزي ما بصش الترجمة. كما هو مكتوب على الكتب على قدسك إيه؟ بالعربي يعني ايه؟ برضك ما قلتليش كما هو مكتوب فين؟ انا سمعت اجابتين دلوقتي، كما هو في بروفيتس وحتى ايزيا مكتوب عند قدسك ازايا وعند قدسك برضك، يبقى ازار الجماعه اللي دول مش من كنيستنا، من كنيسه ثانيه. ايزايا عند قدسك؟ ان اي في في ايزايا الكينج جيمس الفروش كينج جيمس بتقول الانبياء، وعنده هنا مكتوب اشعياء. عند نيافتك ايه؟ هي مش عايزة فيصل، احنا عايزين نفكر فيها. اللي بيكتب كان صاحي، ما كانش نايم، فلا مكتوب قدامه كما هو مكتوب في اشعياء ها انا ارسل او ها انا اذا ارسل ملاكي. الايه دي مش في اشعياء، مش كده؟ لقيت دي في ملاخي. بعدها طول صوته صارخ في البريه، هي دي بتاعت اشعياء. فاذا صح ما اقولش كما مكتوب في اشعياء، الزار كان يقصد كما مكتوب في الانبياء ملاخي واشعياء. فهنا اللي بينسخ بيصلح كلمه من وجهه نظر ان هي خطا. واخد بالك من الحته دي؟ فجه ينسخ فكتب كما هو مكتوب في الانبياء. ما كتبهاش كما هو موجود في اشعياء. طب الاصل ايه؟ الاصل الجريكي بروفيتياس انبياء. اني نص جريكي؟ جريكي اللي هو اولد انشنت 1904 كيومينيكال باتريركال جريكي. دي هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي. خلي الحته الجريك ده هي لو معاك نصين تاني جريك نتكلم، ما كانش خليها لما نوصل لها. الكونكوردنس بتاع الجريك يعني مكتوب فيه بروفيتيس و ايزيا ومترجمها يعني بروفيتيس، مش كاتب ايزيا خالص. هنا حصل الايرونا سيد الترجمه اللي بتقول ايزايا بتقول على المسيح مسايا، والترجمه اللي بتقول كرايست ذا سون اوف جاد بتقول as written in the prophets. فيعني the whole هنخرج الموضوع ده دلوقتي وهنرجع لها تاني الآية دي. والإبت مكتوبة إزاي؟ أنا إبتي. الإبتي اللي هو بتاع كوبت كويرلت مظبوط. فهنا ده يسموه واحد وهو بيترجم، واحد وهو بينسخ من مخطوطة للمخطوطة بتاعته شغل مخه، حس إن الكلمة اللي قدامه دول نساخ. انا بتكلم على واحد بينسخ، ما بتكلمش على الوحي الالهي ولا بتكلم على كتاب الانجيل، ده واحد قاعد في قلايته وقدامه مخطوطه وكده بينسخها. وكلنا جربنا في قلالينا كرهبان لما كنت بنسخ نص، لو انا مش فاهم الجمله بعملها بحاجه انا افهمها، لان ما حدش قال ان الانجيل اللي انا هنسخه ده هو هيوصل لغايه القرن العشرين وهو مكتوب في القرن الثالث.
ده واحد كان بينسخ لنفسه الانجيل، فحاسس ان كلمه اشعياء مش داخل دماغه فخلاها الانبياء. واحد تاني قال انا مالي هو كتبها اشعياء خليها زي ما هي اشعياء. فدي بترجع للناسخ وامانته في الكتابه. دي بيسموها اخطاء مقصوده، ان واحد حاسس النص في جمله عايزه تعديل منه. ندخل تالت نوع من الاخطاء اللي بتظهر او الاختلافات بقى لما حصل ترجمه. كل الكلام ده كان يوناني فقط. ابتدى من نهايات القرن الثاني ابتدت تبقى في مراكز مسيحيه كبيره. اسكندريه، كارتاجينا، روما، القسطنطينيه، انطاكيا، كانت مراكز كبيره. المراكز ده هي محتاجه كتاب مقدس مترجم. فابتدت تظهر مدارس لترجمه الكتاب المقدس. طبعا ترجمات الكتاب المقدس بتعتمد على اللي بيترجم يكون دارس يوناني حلو جدا وعارف اللغه اللي بيترجمها كويس جدا جدا من اللغتين، ويكون الناسخ اللي بينسخ عن المترجم امين في النساخ. فهتظهر اخطاء لو حصل اخطاء، فرق في الترجمه، فهم للنص، وبعدين فرق في الناقل منه بعد كده. دي لما ندخل في خط الترجمه. سيدنا بعد اذنك، هل في اخطاء مقصوده بسوء نيه؟ زي مثلا اوميشن، نشيل ايه او نزود كلمه او حاجه زي كده. الاخطاء اللي بسوء نيه زي ما ربنا بيقول ظهرت في حاجات بسيطه، وظهرت اكتر في عصر الطباعه مش في عصر النساخ. النساخ زمان كانت نسبه الامانه عندهم عاليه جدا جدا جدا. يعني انا بقول لكم الكلام ده مش معناها ان النسخ ملخبطه، لا، نسبه الامانه في نسخ كتب الكتاب المقدس كانت عاليه جدا جدا. لكن في اخطاء بتبقى غصب عن الواحد. الاخطاء المقصوده كانت بتبقى نوع من الامانه اكتر من الناسخ، ان هو بيحاول يظبط الكلمه اللي هو في احساسه انها غلط. لكن سوء النيه ما ظهرتش في كتاب مقدس جديد، للاسف ظهرت ساعه الطباعه، لو وصلناها هنقولها. يعني مثلا يحضرني هنا الايه بتاعت يوحنا الاولى اللي بتقول والذين يشهدون في السماء هم ثلاثه. ده موضوع تاني خالص. موضوع ربنا بيتكلم عن موضوع ايه رساله يوحنا الاولى 1:5-7 والذين يشهدون في السماء ثلاثه. طبعا اكيد سمعتوها وعرفتوا المشكله بتاعتها. دي هتقابلنا وهنعرف تاريخها جه منين المشكله بتاعت الايه دي. هتقابلنا في المحاضره. انا قلت بسرعه عن بعض اخطاء الترجمه، الاخطاء النساخه اللي بتحصل في حته. انا جبت سيره النص المحلي. لوكال تكست. قلت جه زي لوكال تكست. واحد بياخد نص مني ينسخه نص سليم 100%. حد في الجهه ده هي نسخه، ونفس النص حد في الجهه هنا نسخه. هنا ابونا هو بينسخ عينه فوتت كلمه او فوتت ايه او قرر سطر او قرر حرف او اخطاء. يعني مثلا ممكن تلاقي في كذا الف اختلاف في العهد الجديد. ازاي؟ في كذا مش عارف 100 مره جت يسوع المسيح، وفي مره ناحيه ثانيه المسيح يسوع. يعني اللي بيكتب بدل ما يكتب ايسو خريستو يكتب خريستو ايسو مثلا. طبعا دي كل اخطاء ملهاش اي قيمه في البتاع، ولكن هم بيسموها اخطاء كنساخ. فهنا ابونا المجموعه دي نسخت اول نسخه بكل امانه وغلط في حرف. بعد ما واحد تاني ياخد ينسخ لو كان امين جدا هيكرر نفس الخطا، صح ولا لا؟ بس هل نفس الخطا ده هيتكرر الناحيه دي؟ مش هيتكرر الناحيه دي. هنا هيتكرر خطا اخر، كلمه ثانيه يغلط فيها وتبدا تتكرر. تتكرر امتى؟ بعد 50 سنه، بعد 100 سنه، بعد 300 سنه، ما يهمش. المهم النسخه ده هي اللي قاعده في المنطقه ده هي اللي الرهبان بينقلوا منها او النساخ بينقلوا منها. نشا لوكال تكست للمجموعه دي، ونشا لوكال تكست للمجموعه دي، وبعد 200 او 300 سنه لما خلاص بقى ده النص الرسمي بتاع المجموعه دي، وده نص رسمي، ابتدى يظهر الاخطاء لما اتجمعت على بعضها. ده اللي يسموه الليكوال تكست بتاع كل منطقه. غير اللوكال تكست، ممكن بعد فتره حد من دير البراموس راح عاش في دير ابو مقار
وجاي معاه النسخة بتاعته بتاعت الإنجيل. راهب من الدير عجبته النسخة بتاعته فنسخها. فيبقى في نسخة جاية من الجهة دهيت دخلت الجهة اللي عندها بعض الأخطاء. فيبقى في تأثير متبادل بين منطقة على أخرى. الكلام ده نعرفه إزاي؟ العلماء اكتشفوا اللعبة دي إزاي؟ جم شافوا النص الموجود في منطقة معينة، المنطقة دي عايش فيها قديس أثناسيوس وقديس كيرلس الكبير وعايش فيها بعض آباء الكنيسة، وتملي يقولوا الآية كما هو مكتوب في الأنبياء هانا أرسل بموجة ملاكي. لقوا آباء تانيين زي ترتوليانوس وفكتورينوس وأوغسطينوس تملي يقولوا كما مكتوب في أشعياء. بس تعرفت يبقى النص بتاع المنطقة ده هي اللي الآباء بيقروا عندهم مكتوبة أشعياء، والنص بتاع المنطقة اللي الآباء بتوع اسكندرية بياخدوا مكتوبة الأنبياء. فيبقى في تأثير. لو أنا لقيت النهاردة نص أنا مش عارف مصدره، أبدأ أشوف الآباء بتوع أني منطقة اللي واخدين الآيات دي حرفية، فأقول اللي بالنص نص بتاع المنطقة الفلانية. فابتدى يظهر في كل منطقة على مستوى العالم ما يعرف بالنص المحلي. قبل ما ندخل على النصوص المحلية الرسمية الكبيرة هم أربع نصوص، قبل ما ندخل عليهم نشوف المادة اللي اتكتبت عليها الكتاب المقدس وصلت لنا ازاي. أول حاجة البرديات. أنا قلت لكم الصبح البرديات بتبقى ورقة ويخيطوها جنب بعضها. يعني دي بردية ورقة متزوقة في ورقة متزوقة في ورقة متزوقة في ورقة مكتوبة وش وظهر. تقريبا عدد مخطوطات العهد الجديد باليوناني تقريبا على مستوى العالم 5400 مخطوطة. كل المخطوطات 5400 مخطوطة. البرديات كل البرديات على مستوى العالم حوالي 112 بردية. ال 112 بردية تقريبا طالعين من مصر. كلهم طالعين من مصر. البرديات كلها عهد جديد طالع من مصر مش من أي حتة تانية. النص الكتاب المقدس اللي بيتطبع في السوق اللي هم العلماء حققينه بقالهم بقالنا 300-400 سنة بنطبعه، البرديات ما كانتش داخلة فيه إطلاقا. كل البرديات مكتشفة بعد سنة 1930. يعني أول بردية مكتشفة في مصر سنة 1930. قبل كده ما كانش في الجن ولا بردية. قبل كده كانت نسخ كبيرة. البرديات كلها مكتشفة بعد 1930. أشهر مجموعتين من البرديات مجموعة شيستر بيتي والتانية المجموعة التانية بتاعت بودمر. مجموعة شيستر بيتي دي اكتشفوها سنة 1930، عبارة عن 11 بردية، 7 عهد قديم 3 عهد جديد، وبردية فيها سفر أخنوخ. عارفين سفر أخنوخ يعتبر من الأسفار القانونية في أثيوبيا، مش موجود خالص في كنايسنا ومش موجود اللي عند الكاثوليك ولا عند الروم أرثوذكس، موجود بس عند الأثيوبيين. سفر أخنوخ ده بيعتبروه من الأسفار القانونية عندهم. فده لقوها منهم في وردية سفر أخنوخ. مثلا لو قرنا آية في الإنجيل وتلبى عنهم أخنوخ السامن من آدم، طبعا بيقول السامن من آدم لسبب إن أخنوخ باليوناني هي نفسها حنوك، إنوخ وحنوك نفس السبيلينج، فعشان يفرقهم من بعض فقال أخنوخ السامن من آدم عشان يفرق حنوك وحنوك اللي هو أنوش، يفرق الاثنين من بعض. البرديات أي بردية بدولها رمز، رمزها بي. بي بالشكل ده اللي هو يسموه جوثيك، مش البي الإنجليزي العادية بتاعتنا الكبيرة، البي اللي هي بتترسم بالطريقة دي. يعني لو أي واحد معاك نسخ كتاب مقدس باليوناني أو بيدرس أي كتاب بيتكلم عن كتاب مقدس ويجي رقم البرديات تم يلاقي البي بالشكل ده يعرف إنه يقصد بردية. دي بردية مثلا 45 اللي هي طالعة من هنا من مصر. البردية اللي قدامنا ديت دي 30 ورقة فيها أجزاء من الأناجيل والأعمال، ودي ترجع للقرن الثالث. البرديات عموما ال 112 بردية اللي لقيناهم كلهم بين القرن الثاني والقرن الرابع.
يعني يعتبروا من أقدم النصوص لكتاب المقدس، بين معظمهم بين الثاني وراء آخر قرن خامس وسادس حاجات بسيطة، لكن في مجملهم بين القرن الثاني والرابع. دي البرديات أهميتها طبعاً من أقدم نصوص الكتاب المقدس. دي بردية 45، دول 30 ورقة فيها أجزاء من الإنجيل والأعمال. بردية 46، دي 86 ورقة. يعني كلمة بردية مش حتة مجرد ورقة واحدة، دول 86 ورقة، دول معظم رسائل بولس الرسول بين القرن الثالث. وبردية 47، دي سفر الرؤية. البرديات دي كلها كانت موجودة في منطقة أطفيح أو منطقة أفروديتوبوليس قرب الفيوم يعني. تاني مجموعة من البرديات مجموعة بتاعت تشيستر بيتي، مجموعة بودمر، ودي جون رايدر دي مشهورة. يعني يفكر بالعرض بتاع البرديات دي في حاجات كتير فيها ناقصة وتقريبا ممكن تكون مش كاملة وحاجات زي كده، ازاي بيعرف يعني يجيبوا بعيد الكلام بتاعها؟ لو في كمبيوتر العلماء بياخدوا النص ويشوفوا الكلمات ويعرفوا رسمة الورقة ويحاولوا يحطوا الحروف النقص ويحاولوا يطلعوا الكلمات دي بالإنجيل اللي معانا ويشوفوا ترتيب الكلمات في الأسطر فيعرفوا دي من أني نص. البردية اللي البرديات اللي قلتها قبل كده ال 86 ورقة والكذا و 40 ورقة، البردية ده هي كده حتى دي بس. بردية 52 مكتوب جنبها ايه؟ ريكتو، يعني وشها. احنا خدنا كلمة ريكتو هو فيرسو، يبقى دي وش البردية ودي ظهرها. ايه أهمية البردية دي؟ لغاية القرن الماضي إنجيل يوحنا، لغاية القرن الماضي جميع الدراسات النقدية بتقول إنجيل يوحنا كتب في القرن الثاني مش في القرن الأول، بإثباتات علمية إنه مستحيل يبقى يوحنا كتب إنجيله في القرن الأول. إثباتات علمية، ده مكتوب، ولو قريتوا كتب قديمة بتشرح إنجيل يوحنا يقول لك كان مكتوب سنة 150 ميلادية، لغاية ما لقوا حتة القصاصة دهيت. القصاص دي تقريبا تاريخها سنة 110 ميلادية. 110 ميلادية لقوها فين؟ في مصر، في صعيد مصر. فإنجيل يوحنا اتكتب في بطمس في آسيا الصغرى وانتشر من آسيا الصغرى ما اعرفش وصل فين، واتنسخت منه نسخة على البردي جوه مصر واحنا لسه سنة 110 ميلادية. يعني ده إثبات صغير قد كده، حتة ورق قد كده، ولكن إثبات إن إنجيل يوحنا بعد ما اكتشف البردية دهية كل العلماء قفلوا بقهم، قالوا إنجيل يوحنا اللي كاتبه يوحنا الرسول، ما ينفعش حد بعد يوحنا الرسول يكون كتب الإنجيل. طب والتاريخ تعرف إزاي يا سيدي؟ التاريخ أي بردية أو أي مخطوطة بيحكمها قوانين اللي يسموها كرونولوجي بتاع المخطوطة. بالطريقه ازاي انا زي الورقه اللي كنت لكم الصبح، اي ورقه من دهيه بنعرف تاريخها ازاي؟ لو الورقه جوه مخطوط كامل، المخطوط اخره فيه كولوفون اللي هو حرد المد، تم انجاز هذا الكتاب في تاريخ كذا والتاريخ موجود موضوع مشكله انتهت. طب جيت انا مخطوط عندي ما فيهاش كولوفون، يبقى طب هبدا ارخ ابص للخط. المخطوطات الانسيال اللي هي الحروف الكبيره في اليوناني كلها بين القرن الرابع والتاسع، فيبقى أي مخطوطة أنسيال محكومة في الفترة دي. كل المخطوطات الحروف الصغيرة اللي من سكيول من القرن التاسع وإحنا جايين، فيبقى أنا ابتديت أقول المخطوطة دي في الألف الأولانية أو الألف الثانية. تالت حاجة طريقة الكتابة، طريقة كتابة الحروف، طريقة كتابة المي أو الدلت أو الأوميكرون، كل عصر له طريقة كتابة. والعلم اللي بيسموه باليوغرافي حاليا في كتب في السوق، في واحده اسمها كرامر كانت عامله كذا كتاب، الكتاب عباره عن زي كتاب الاطلس الخرائط بالظبط، تمسك الاطلس ويلاقوا اي مخطوطه
يجوا جنب الأطلس ذاته ويقارنوا بالصفحات، يلاقوا الخط ده بتاع العصر ده، يبقى الورقة دي مش هتخرج عن القرن الثالث أو القرن الرابع. بعد الخط الورقة، نوع الورقة، البرديات كلها عند القرن من الثاني لغاية السادس، السادس والخامس قليل، معظمها بين الثاني والرابع، فبيحكمك في عصر معين. لو ورق رقوق، الرقوق بعد التاسع محدش بينسخ على رقوق. لو ورق عليه علامة مائية يبقى بعد القرن الخمستاشر. زي العربي لقيته متشكل يبقى متأخر، بدون تشكيل وهكذا. ففي نوع الورق نفسه اللي بيتكتب عليه، نوع الخط، نوع الحبر، أنواع الأحبار في كل عصر مختلف. دي كانت الطريقة اللي بيعرفوا أي مخطوطة العصر بتاعها. نوع التجليد، لو مخطوطة كاملة التجليد ده، يعني في حاجة اسمها البايندينج، الإسلامك بايندينج. التجليد ده في مصر كان في القرن السابع ولا التاسع ولا الحداشر، طريقة تجليد المخطوطة. كل عصر له طريقة تجليد مختلفة، فبيقدر يحكم على التاريخ المخطوط. أحدث حاجة طبعا كاربون 14، بياخد عينة بالكاربون 14 بيقدر يقول دي سنة كام أو إلى أقرب فترة من التاريخ. دي طريقة تاريخ المخطوطات. دي برقية 52 110 سيدنا، يعني بالدقة أي edge dating method بتدي رينج، بتدي لغاية 120. الرينج بتاعها بين 10 بين 110 120، يعني كل العلماء على اختلاف آرائهم قالوا في بدايات القرن التاني. يعني الكلمة العايمة يقولوا في بداية المخطوطة دي، البردية دي بداية القرن الثاني. الكتب اللي بتحاول تحط تاريخ اكزاكتلي قوي يقول لك سنة 110 ميلادي، عشان ما نقولش بالظبط سنة كام، بداية القرن الثاني 110 120 130 ماكسيموم، ما تتحركش. فما شوف دي مخطوطة من آسيا الصغرى توصل نسخة منها في اسكندرية في صعيد مصر ومنسوخة باليد بتاع الورق بردي، ما يفوتش 30-40 سنة. هي دي أهمية المخطوطة بتاع جون رايلاند دي. ده الريكتو والفيرسو بتاعها، ودية دي إنجيل يوحنا إصحاح 18 آية من 31 ل 33، وظهرها آية 37 ل 38. يعني ده الوش الظهر بتاع المخطوطة دي. دي بردية 66، دي 104 ورقة فيها إنجيل يوحنا، دي سنة 200 ميلادية. إنجيل يوحنا كله سنة 200 ميلادية منسوخ هنا في مصر. مش أنا بقول هنا عشان أنا حسبنا أنا في مصر هنا مش في أستراليا. دي بردية 72 فيها رسالة يهوذا وبطرس الأولى من القرن الثالث. وتلاحظوا نهاية الرسالة يعني نهاية بطرس، وبيبدأ هنا بداية 72 يهوذا وبطرس، انتهاية يهوذا وبداية بطرس. هتلاحظوا أول حاجة كاتبها هنا العنوان بترو إبستولو 2، رسالة بطرس الثانية، العنوان اللي هو حطه على الرسالة من فوق. دي 74، ده جزء من إنجيل متى. 75، دول 102 ورقة، برقية كبيرة 102 ورقة فيها إنجيل لوقا ويوحنا. دي بين 175 و225 ميلادية البردية دي. دي بردية 48، شوف الصبح داير لبردية بتاعت هيبرو وده الرق، شوفنا الصبح برده بتاعت موساوس. دي فرام، دي بردية 38. دول أهم البرديات. قلنا في عندنا 112 بردية اللي هي فيها اللي بتغطي تقريبا معظم العهد الجديد. بعد البرديات ندخل على المخطوطات. ده المخطوط السينائي،
الكلام الظاهر يزهق شوية، فحكي لكم قصة على المخطوط السينائي ده. المخطوط السينائي كان أبونا بيكلمنا النهاردة اللي هو المكتوب على أربع أعمدة، ده من أشهر المخطوطات اللي هي على أربع أعمدة مش عمودية، معظم المخطوطات التانية عمودية. تسمع عن قسطنطين تيشندورف، ده عالم غوي شغل المخطوطات الألماني، شغلته يدور على مخطوطات في أي حد. فجه سنة 1844 راح الشرق الأوسط، راح يدور على أي مخطوطات، فسمع عن دير سانت كاترين، خد بعضه وطلع على دير سانت كاترين، فدخل هناك بيسأل الرهبان عندكم مخطوطات؟ مخطوطات بالهبل بس اللي يقرأ. فاستضاف الربطة بتاعه في القلاية بتاعته، فدخل كده من باب الأوضة على جنب الباب في الباسكت بتاع الزبالة، فبيبص في الباسكت لقى كومة ورق، فبيقول له ايه ده؟ قال له لا ده الورق القديم اللي بنوديه للحرق اللي بيعمل بيه القربان، نفس الفكرة بتاعت كل الأشجار، ده الورق القديم. قال له عايزه؟ قال له بقول لك هنعمل بيه القربان، ده احنا لسه امبارح مولعين في قفتين، عايزهم خدهم. قام واخد شوية الورق اللي في الزبالة دي، طلع فيهم دول عبارة عن 43 ورقة نص يوناني للسبعينية، أجزاء من أخبار الأيام وأرمية ونحمية وأستير، يعني سفر أستير ونحمية وأرمية وجزء من أخبار الأيام كانوا مرمين في الزبالة هيحرقوهم. ناخدهم؟ خدوا. خدهم وسافر على بلده سنتين 1846، كان جهزهم للطباعة وطبعهم ونزلهم السوق. نزلوا في السوق عملوا ضجة، المخطوط السبعينية، روح دور لنا على ورق تاني. قام واخد بعضه وراجع تاني لدير سانت كاترين. راح الدير هناك كانوا عارفهم ان في مخطوطة من عندهم كانت مرمية في الزبالة وهتتحرق وطبعوها في اوروبا، فعملت هزة جوه البيت. فطب ما وصل فقال لهم ما عندكمش مخطوطات؟ قالوا ما عندناش خالص، المكتبة ولا فيها ولا مخطوط، ما عندناش في الدير ولا مخطوط. حاول يمين شمال رفض يوروه، قال له مخطوط على النهائي. فخد بعضه وسافر، ده كان سنة 53. رجع لهم تاني سنة 59، المرة دي رايح ومعاه جوابات من قيصر روسيا. قال لهم انا جايب لكم جوابات من قيصر روسيا وبيقول لي زور الدير ولو عندهم حاجة لها قيمة وحاجات زي كده. قعد يلف الدير ما وروهوش أي حاجة. فلما لقى مفيش فايدة فبيقول للربيطة أنا عندي هدية هديها لك، إحنا طبعنا في أوروبا حاجة اسمها ترجمة السبعينية لكتاب المقدس للعهد القديم، هديك نسخة هدية. قام يديه النسخة دي بيشوفها قال له كتاب ده أنا عندي كتاب شبيه بيه، تعالى وريه لك في قلايتي. دخله قلايته فتح الدولاب لقى مخطوطة ملفوفة في ستر أحمر، بيفتحها كانت هي المخطوط السينائي اللي هو ما كانش حد يسمع عنه خالص. حاول معاي من شمال بأي سعر، قال له مش هنبيعه. قال طب انسخه؟ قال له ولا تنسخه، تتفرج عليه وتمشي بالسلامة. اتفرج على المخطوط وخد بعضه من القاهرة من الدير سانت كاترين، نزل على القاهرة على الفجالة، كان لهم في شارع الفجالة المقر بتاع دير سانت كاترين في القاهرة. فراح هناك لقى رئيس الدير فحكى له القصة، قال له انا جايب جوابات من قيصر روسيا وجاي لكم عشان اشوف مخطوط. يقول لي لا انا عايز بس اصورها، او ما كانش في تصوير، انسخها او اشتريها. قال له لا احنا ممكن نخدمك لو عايز تنسخها اقعد انسخها، غير كده لا. قال له مستعد انسخها؟ قال له تنسخ ملزمه. قال له موافق، يعني بعتوا له من دير سانت كاترين للفجاله ملزمه ينسخها ويرجعها، وبعتوا له ملزمه ثانيه. لقى اثنين المان في القاهره قال لهم تساعدوني، يعرفوا اليوناني قال لهم ساعدك. فقعدوا ينسخوا المخطوطه دي. المخطوطه دي كم سطر؟ 110,000 سطر. نسخوها في شهرين. يعني ما يكون واحد غاوي صحيح، لو واحد مش غاوي ولا كان خلصها في 10 سنين. في شهرين كان نسخ المخطوطه كلها. وخدها وسافر بيها. بعد كده كان
كان في مشكله في دير سانت كاترين، ما عندهمش ريس للدير، الريس بتاع متولي مطران ما عندهمش ريس للدير. فرجع تاني كلم ربيته قال له القيصر الروسي ممكن يخدمكم قوي ويجيب لكم ريس محترم، بس لازم نديله هديه حلوه. قال له المخطوط اللي انتوا عايزينها في ايه؟ ما احنا خلاص نسحناها وما لهاش قيمه. فاداله المخطوطه فعلا هديه، في المقابل ادهم شراين كده او صندوق فضه يتحط فيه جسد سانت كاترين، واداله مبلغ من المال وخد المخطوط وطلع بيه على قيصر روسيا. تم المخطوط ده عند قيصر روسيا، طبعوه طبعه اولى ونزلوه في السوق لغايه ما قامت الثوره الشيوعيه 1919، وقررت روسيا انها تبيع المخطوط ده مش عايزاه، فاشترى منهم المتحف البريطاني. وساعتها كما قالوا ان المتحف قال مساعد اشتريه، فقالوا له ب 100 جنيه استرليني. المتحف ما فيهوش 100 جنيه استرليني، قالوا احنا معانا 50 بس، قالوا لا مش هننتزع 100 جنيه. طلعوا اعلان في الجورنال ان احنا في مخطوط السنائي في روسيا وعايزين نشتريه للمتحف البريطاني. في ظرف يوم جمعوا المبلغ. واتنقلت المخطوط من جسد من روسيا الى المتحف البريطاني، اللي هو المخطوط السنائي. المخطوط السنائي يعتبر واحد من اقدم المخطوطات التي تحوي الترجمه السبعينيه للعهد القديم، اللي كان في حد نبط بيسالني على الترجمه السبعينيه. ده من اقدم النصوص للترجمه السبعينيه للعهد القديم زائد العهد الجديد باللغه اليونانيه. اقدم مخطوطين معروفين السنائي والفاتيكاني، والاثنين طالعين من هنا من مصر، السنائي والفاتيكاني، ودول من القرن الرابع. ده اول مخطوط اللي هو انا بتكلم عن مخطوط مش عن نص، ده المخطوط السنائي. ثاني مخطوط المخطوط الاسكندري، ده من القرن الخامس بعد المخطوط ده 100 سنه تقريبا. ده كان موجود برضه في دير سانت كاترين، وكان البطرك، وبعدين بعد كده كان جه في البطرخانه بتاعت اسكندريه بتاعت الروم الارثوذكس، وكان البطرك بتاعهم اسمه كورولوس لوكار، وكان يبدو كان انسان متعب شويه، وكان المخطوط ده عنده. جه كورولوس لوكار بعد كده خدوه من اسكندريه وعينوه بطرك على القسطنطينيه، فخبط معاه المخطوط وهو ماشي. فراح هناك وبعد كده اهداه للمتحف البريطاني، ده المخطوط الاسكندري. تالت مخطوط المخطوط الفاتيكاني. ده المخطوط السنائي اللي احنا كنا شفنا الصفحه دي الصبح متكبره الجزء بالابانه اللازم، وقلنا ازاي كان يكتبوا النص على بعضه من غير ما يبقى فيه تقسيم للايات. ده المخطوط السنائي ينتهي انجيل مرقس ويبدا انجيل يوحنا بعده. مرقس ولوكا، مرقس وبدا. وطبعا الخط مش باين، اللي يعرف يوناني يقرا لي اخر ثلاث حروف هنا. غار غم الفا رو، مش كده؟ اللي هي لانهن كنا خائفات فخرجنا ولم يقلنا لاحد لانهن كنا خائفات. والانجيل خلص، مفيش الكماله بتاعت انجيل مرقس اللي موجوده في ايدنا في النسخ البيروتي في المخطوط السنائي، لو يعتبر واحد من اقدم المخطوطات للعهد الجديد. ده كانت نهايته. ايه آية 8؟ ايه آية 8 تقريبا. 9 مش كده؟ اخر 8 16 اخر 8 وبداية 9 حاجة زي كده. يعني هو أول 8 آيات موجودين من 9 ل 16 هي دي الإضافة، ودي عليها اختلاف. يعني من 9 ل 16 اللي في إيدينا موجودة في بعض المخطوطات القديمة، وفي نهاية تانية موجودة في بعض المخطوطات تانية نهاية صغيرة 3 آيات بس. ففي نهايتين، والمخطوطات القديمه قوي ما فيهاش النهايه، ففيها اختلاف وجهات نظر. هل القديس مرقس فعلا ختم انجيله كده، ولا كان في نص زياده وضاع وحد من الرسل هو اللي كمل النص ده؟ دي حته علماء اكثر منها ايمان، ولكن النقطه الاساسيه بالنسبه لنا النص اللي احنا استلمناه ككنيسه ينتهي عند آية 16. تبقى النص الرسمي بتاعنا لغايه اخر 16.
مين الكتب اخر ست ايات؟ مين نسخهم؟ ما اتفقش عندنا. مش المشكله بتاعتنا اللي كتبهم مرقص ولا اللي كتبهم حد من التلاميذ. النص في ايدينا بينتهي لغايه 16، لكن المخطوطات القديمه بتنتهي عند نهايه ايه 8. دي سببت ازمه في الكنيسه كم ايه دي؟ ابونا بيقول بسببوا ازمه في الكنيسه. اخر حاجه قريتها وموجوده معايا على الكمبيوتر، تسمعوا عن يوسف حبيب. مين يعرف يوسف حبيب؟ بس حد ما يكونش اسكندراني. حد ما يكونش اسكندراني. الاجيال الجديده ما تعرفش يوسف حبيب ولا اللي هو اللي كان بيترجم كتب اباء كتير في اسكندريه. يوسف حبيب وملكه حبيب دول الولاد ابونا بشول كامل اعتقد. ايوه بشول كامل صح. مش كده؟ كان مترجم كتاب عظات للقديس ساويروس الانطاقي من نهايه القرن الخامس وبدايه القرن السادس. ساويروس الانطاقي كاتب في العظه بتاعته وان انجيل مرقس حسب اقدم المخطوطات لا يحتوي على الايات الاخيره. يعني مشكله نهايه انجيل مرقس كانت موجوده من القرن الخامس، مش مشكله مستحدثه سببها العلماء الغربيين في كنيستنا دلوقتي. ساويروس الانطاقي نفسه بيقول ان الايات دي مش موجوده. نفس المشكله دي كانت موجوده من ايام اوريجانوس، هل الايات دي موجوده ولا مش موجوده؟ ودي هتقابلنا في ايات ثانيه كانت موجوده من الكنيسه الاول الاولى برضه. سيدنا شفت دوكيومنتري بيستخدموا بعض الايات اللي هي من الجزء الاخير، جايبين حاليات تعميم في دايره كبيره وهذه الايات تتبع المؤمنين الايات دي، وبيتعاملوا مع الحاليات كنوع من العباده. العباده؟ اه ده المخطوط الاسكندري مكتوب على، تلاحظوا جمال الحروف والتنسيق بتاع المخطوط شكله ايه؟ يعني ده ما كانش اللي عنده مسطره كان يحط مسطره بطريقه انها الصبح ويضغط على الورقه، لان دي كلها الحاجات دي كلها جلد، كلها رق، دي رقوق. المخطوطات الكبيره بتاعت العهد الجديد كلها رقوق، يعني صفحات دي جلد. يعني ما ينفعش احنا دلوقتي بنيجي ننسخ في الدير بنجيب صفحه كراسه متسطره جاهزه ونحطها في ظهر الورقه ونحطها في ايه؟ فنبص فنكتب شايفين الاسطر من تحتيه. ما كانش ينفع الكلام ده في الجلد. هيبص من تحت مش هيشوف حاجه. فده كان بيضغط بالضغط يعمل اسطر وينسخ. تحس انها كانها مسطره، كانها خط كمبيوتر. ده بردك المخطوط الاسكندري. هنا في مشكله في الكلمات دي. اللي مكتوب دي ثيتا سي ولا او سي؟ عظيما هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. حرفين، هل هي الله ثئوس ودي اختصارها ثيتا سيجما، ولا عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد؟ والاثنين هتلاقوهم في لو حد معاه اي انجيل باللغات الاجنبيه هتلاقوا مكتوب، لا اما مكتوب عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد، او عظيم هو سر التقوى الذي ظهر في الجسد. الفرق بين الاثنين الله تبقى الثيتا وسيجما وعليهم شرطه باختصار كلمه الله. الذي ظهر في الجسد يبقى او سيجما، ده الفرق بين الاثنين. الذي هس الذي ظهر في الجسد. دي اختصار يعني مفيش شرطه من فوق مش كده؟ دي لو اختصار تبقى ثئوس، يبقى الله ظهر في الجسد لان في شرطه معموله. استاذ سيدنا المعرف طلع ان هو الله، يعني ليها معنى، يعني ليها معنى الكلام ليه معنى لما نقول الله، انما الذي ظهر في الجسد مين هو الذي ظهر في الجسد؟ يبقى الله ناقصه في المعنى. لا، في الملاك ميخائيل ظهر في الجسد بحسب شهود يهوى، ملاك ميخائيل الذي ظهر في الجسد. بيستخدموا النسخه ديت برضه، بيستخدموها شهود يهوى الايه دي؟ لا، يبقى الله ظهر في الجسد بس قرص مش ترجمة نيو وورلد ترانسليشن اوف ذا هولي سكريبتشرز اللي بتاع شهود يهوى. Great is the mystery of godliness, which was manifest in the shadow of God. Which? Whether God was manifest, whether calling God,
Colin Notetain, God was manifest, that great is the mystery of godliness which was manifesting. لا بس شو شو يعني مش ترجمة يعني مش ترجمة خالص يعني لا مش ترجمة بمحاولة تلاعب هي نسخة عاملينها هنشوفوا الجمال بتاع المخطوطة بعد ما بينتهي من الكتابة ويعمل شوية سخارف ده برضك المخطوط الإسكندري صفحات منه هنا في علامات مكتوبة شايفينها دهيت دي نوع من الترقيم انتوا كنتوا شفتوه في الورق اللي انتوا اللي لف عليكم الصبح لو كان حد خد باله في الجناب كان في ارقام مكتوبه خدتوا بالكم منها ولا من الارقام دي لو جه يكون في وقت هنتكلم عنها سيد الايات دي ما كانش بيبقى فيها ترقيم خالص ولا اصحاح خالص ولا هنتكلم عن الترقيم وفي وقت ما فيش وقت ما نتكلم بكره عن الترقيم أنا بشرح ممكن يكون الخطأ بالنص النص في حرف في حرفين مش هنضيع تاني ده المخطوط الفاتيكاني ده يعتبر تاني أو أول يعني هم الاثنين نفس القرن الفاتيكاني والسينائي دول قرن رابع دول أقدم مخطوطين للكتاب المقدس سواء السبعينية عهد قديم أو اليوناني العهد الجديد ده برضك المخطوط الفاتيكاني ده احنا خدناه الصبح ده المخطوط الافرايمي الطرس قلنا الطرس يعني ايه؟ نسخه اتمسحت واتعملت نسخه علينا ده اساسا قرن خامس عظات مري افرام قرن 12 فمسحوا القرن الخامس النص الاصلي وحطوا فيها عظات مري افرام من القرن ال 12 ده مخطوط بيزا ده من القرن الخامس السادس سيدنا ان هم يمسحوا يعني انجيل ويكتبوا حاجات يعني does that say anything about اول حاجة كتبت يعني الجلد لما تكتب عليه اول مرة الجلد بيشرب الحبر فما تيجي تمسحه بتمسح الوش الفوقاني بتمسح كل اللي ظاهر لكن الجلد من جوه متشرب بالحبر يعني قصدي يعني ان هم يمسحوا اول نسخه ويكتبوا حاجه فوقيها يعني اول نسخه وزن فاليبل كان فيها مشكله لا ما نقولش كلمه فاليبل بمفهوم القرن ال21 هم في مفهومهم هم ان شويه الرقوق دول تكلفتهم 5000 جنيه 10000 جنيه والدير ما فيهوش فلوس وعايزين ننسخ عظات وانا عندي انجيلين تانيين ما كفايه انجيلين وبمسح الانجيل ده يعني بيبقى في اولويات حسب الظروف بتاعه وقتها يعني من الصعب نحكم على يعني دي تملي بصراحه انا بقولها ليه في اي واحد يجي يتكلم عن اديره وادي النطرون بالذات يبدا يدين الرهبان انهم فرطوا في المخطوطات يقول لك مش هم اللي باعوا المخطوطات بعلبه سلمون ولا بشويه سكر الكلام ده بنسمعه انتوا ما تعرفوش الاديوره كانت شكلها ايه الكبار فيكم في السن اللي زاروا الاديوره في انا رحت الاديوره ابتديت رجلي تدخل الاديوره سنه 69 دي كنت اول مره ادخل الاديوره وكان اول دير رحته كان دير المبشوري وقعدت فتره طويله كان في الصيف وقعدنا فتره طويله هناك لو كنا مثلا في دير أنبا بشوي أكلنا 48 وجبة في 16 يوم كانت أول مدة قعدت في أنبا بشوي كان 16 يوم 48 وجبة ممكن منهم 46 وجبة فول من 48 والوجبتين التانيين وجبة كانت فاصوليا بيضة كان ده عيد الرسل عشان تعرفوا الرهبان كانوا عايشين ازاي الدير ما كانش فيه حاجة خالص دير أنبا بشوي ما كانش فيه أي حاجة ساعتها دير الأبو مقار كان يكاد إن بس لو قامت عاصفة شديدة كان الدير يقع كله الحصن بتاع الدير كان الرهبان يدخلوا من السور الحصن مش من باب الحصن يعني عايز يدخل الحصن يجي أي فتحة في السور ويدخل منها
السور كان الدير كان الحصن متشرخ والسور والفتحات وسعت بين ال لما كانوا يجي يوزعوا ده الكلام ده بقى في السبعينات في اول السبعينات لما يجي يوزعوا المرس بتاع الجاز جاز ابيض عشان يولعوا لمبه الجاز كان يجي الاب الربيطه ومعاه حق سلمون ويدي كل راهب حق سلمون في الوعاء بتاعه واللي واقفين ده خمس رهبان ولسه فاضل شويه تانيين يوم يجيب غطى علبه الدواء ويدي كل واحد غطى علبه الدواء فوق المرس بتاع عشان تعرفهم لما يجي في الاخر واحد زائر يقول له ايه المخطوط ده يبص فيه يلاقي مكتوب يوناني وهو يا دوبك بيفك الخط العربي يقول له هاتوا حطيكوا خروف احنا لو مكانه كنا هنعمل ايه ما كانش ياكلوا خالص الأديرة في الستينات والخمسينات القرن الماضي كانت معدمة فما بالك في القرن 15 و16 و17 فإذا كان بعض الرهبان تصرفوا في بعض مخطوطات الأديرة أو في بعض أيقونات كان وصل الأديرة من الفقر مع بداية الحكم العثماني فقر شديد جدا في الأديرة بس على الأقل سيدنا المخطوطات دي حفظت في المتاحف بره. ده لما كانتش طلعت كانت راحت خالص ولكن بقول حتى خروجها كان غصب عنهم كان ظروفهم صعبة وقتها. ده مخطوط بيزا مخطوط بيزا دوت بالذات مكتوب على صفحتين صفحة يوناني وصفحة لاتيني وده من بداية المخطوطات اللي مكتوب فيها وده تسمى باسم بيزا بيزا دوت اللي كان بعد كلفن واحد من أشهر الناس اللي طبعوا الكتاب المقدس ولو في وقت النهارده نحكي عن طباعة كتاب ده مخطوط بيزا ده قرن سادس بعد كده ده كان قلنا خدنا دوكروم الانسيانز اللي هي الخط الكابيتال بعد كده المينسكيولز او الخط المتصل او الخط الصغير ده مخطوط واخد رقم واحد وده بالسمات في طريقه تكبيل المخطوطات وتلاقوا الخط تحت مكتوب خط مش خط بقى رق خط كابيتال حروف صغيره اللي مكتوب بيها المخطوط نفس الحكايه كل ده خط متصل وده بالتفصيل الخط المتصل بيبقى عامل ازاي احنا قلنا في البرديات في المخطوطات الخط الكبير اللي هو الانسيان الخط المتصل بالسكيول بعد كده قلنا الخط المخطوطات الكبيرة عددها على بعضها 300 اللي هي الأنسيت المخطوطات الحروف ده هي 3000 هي المخطوطات كلها 5400 بتاعت العهد الجديد كلها على بعضها 5400 الخط الكبير 300 حط عليهم دول 3000 3300 بعد كده كتب القراءات الكنسية 2000 والبرديات 112 حتى العدد على بعضه حوالي 5400 مخطوطة كتب القراءات الكنسية قلنا الديكشنريز حوالي 2000 كتاب وبعدين الترجمات الفيرجنز واخر حاجة اقتباسات الآباء اللي هي الكوتيشنز وقلنا أهمية الكوتيشنز انها بتعرفني النص بتاع المنطقة ايه او النص اللي القديس ده كان بيستخدمه ايه كده انا خلصت النص والمادة اللي وصل عليها أرجع لنقطة مهمة ممكن نختم بيها الكلام حسب الميعاد اللي هو اللوكال تكست النص المحلي إيه أهمية النص المحلي؟ أهمية النقطة اللي هقولها دلوقتي هي هتحكم لنا الإنجيل اللي في إيدينا وصل لنا إزاي؟ الإنجيل اللي أنا بقراه في مصر جالي منين؟ وجالي تبع أنهي نص؟ أول نص هيقابلنا خدوا بالك أنا ما بتكلمش عن المخطوطات دلوقتي أنا بتكلم عن النصوص المخطوطات في مخطوط اسكندري مخطوط سينائي مخطوط فاتيكاني ده مخطوط اسمه كده لا أنا هتكلم عن النص اللي مكتوب فالنصوص لها أسماء أول نص قدامي هو النص الاسكندري Alexandrian text بيسموه النيوترال تكست نص الاسكندري هو اكثر
نص سليم بنسبة عالية جدا، ما فيهوش أي لعب خالص في النص، نسبة الأخطاء فيه شبه معدومة. أي نص بقول ده نص اسكندري فبديله حرف إيه، ده نص معترف بيه عالميا إنه من أدق النصوص، أقصر النصوص، أدق النصوص بصفة عامة، ده أدق النصوص. النص الإسكندري ده تشهد له المخطوطة السينائية، المخطوطة الفاتيكانية، معظم البرديات، آباء مدرسة إسكندرية، وأهم من ده كله الترجمة القبطي سواء البحيري أو الصعيدي. ده النص الإسكندري. لما يجي واحد النهاردة يقول لي أنت بتقول الآية الفلانية مش موجودة في الإنجيل، لا دي موجودة في 20 مخطوطة، يبقى زي أنت تقول لي النهاردة مش أقول لك أنا مخطوطات نص إيه؟ نص إسكندري ولا نص آخر؟ فنبدأ نفكر في حد بيتكلم ناحية علمية. النص الإسكندري هو النص اللي كان منتشر في إسكندرية هنا من سنة 200 ميلادية. إيش معنى 200 ميلادية؟ البرديات اللي من سنة 200 بتشهد للنص الإسكندري. فالنص الإسكندري ده يعتبر أدق نص، وهو اللي موجود في أهم ترجمات، وهي ترجمة القبطي سواء البحيري أو الصعيدي. ده النص الإسكندري وبيشهد له أباء مدرسة إسكندرية. تاني فضل والسينائي. لا انا قلت هميز بين المخطوطات والنصوص. النصوص مش اقصد بيها النص المكتوب في الورقه دي، لا النص المنتشر في عده مخطوطات ويحمل مميزات نص سميناه نص اسكندري انه نبع في مدينه الاسكندريه. النص الاسكندري اللي بيشهد له المخطوطات القديمه اللي بتقول ان النص ده اسكندري، المخطوط السينائي قرن رابع، المخطوط الفاتيكاني قرن رابع، برديات القرن الثاني تشهد النص الاسكندري، والترجمات القبطي البحيري والصعيدي. يعني النص زي الفونت او لا مش الفونت، التكست اللي هو السكريبت، الكلام نفسه. النص نفسه يعني الآية بتاعت كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن الله كما هو موجود في الأنبياء، ده نص اسكندري. كما هو موجود في أشعياء، كما هو موجود في أشعياء، ده نص اسكندري. ناس قلنا ما عجبتهوش كلمة أشعياء فخلوها الأنبياء، ده نص بيزنطي. فالمخطوطات اللي بتحوي القراءة ده هي دي بتاعت عائلة، نقولنا احنا بنقسم المخطوطات لعائلات زي ما بقول مخطوطة في درب مقار، اديتها المجموعة من البرموس نسخوها واديتها المجموعة من السودان نسخوها، دول عملوا شوية أخطاء ودول عملوا شوية أخطاء، فتكون نص برموسي وتكون نص سورياني، وكان طالع من أبو مقار مثلا نص مقاري، فهنسمي النص المقاري مثلا أو النص الأولاني نص اسكندري، النص الأصلي اللي ابتدى يحصل تغييرات طفيفة عليه في الخط ده، وتغييرات أخرى طفيفة في الخط ده، تغييرات في النساخة. أنا كل كلامنا في المحاضرة دي عن النساخة مش عن الوحي ولا عن تأليف الكتاب المقدس، بتكلم على النساخة، الأخطاء بتاعة النساخ. فالنص الإسكندري هو النص الأصلي، أقرب نص إلى النص اللي كتبه الرسل نفسهم، وده منشأه هنا اسكندرية. سيدنا السينائي مش كان قبل الاسكندرية؟ السينائي مش نص، السينائي دي مخطوطة. مانيوسكريبت. السينائي مخطوطة. والسينائي والفاتيكاني الاثنين من القرن الرابع، والاثنين منسوخين في اسكندرية. والتاريخ بيقول له ربما وقد الملك قسطنطين كان طلب 50 نسخة يتنسخوا على حسابه يتوزعوا على كنائس العالم. يقال مش باقي منهم غير النسختين دول، المخطوط السينائي والمخطوط الفاتيكاني، يقال الاثنين دول من ضمن الخمسين مخطوطة اللي الملك قسطنطين أمر بنسختها. دي مخطوطات، المخطوطات دي تتبع النص الإسكندري. ده أول نص. ثاني نص النص الغربي. نص غربي.
يبقى بالنسبة لنا الغرب يبقى فين؟ يبقى منطقة كارتاجينا، منطقة سوريا، منطقة تونس بالآباء بتوعها اللي هو شمال أفريقيا، تورتوريانوس وبكتوريانوس، وبعد كده أغسطينوس كان لاتيني أكتر منه يوناني. فده نشأ عندهم النص الثاني اللي هو النص الغربي. النص الغربي في نوع من تحسين النص، يعني لو قارنت النص الغربي بالنص الاسكندنافي تقول لا، النص الاسكندنافي نص اوثنتيك، ده نص رسمي، ده نص ما حدش لعب فيه. تيجي النص الغربي تقول هم حاولوا يحلوا بعض الكلمات فيه، حاولوا يحلوا بعض المشكلات فيه، ده بيسموه النص الغربي. ده النص ده اللي هو اللي استشهد منه الاباء بتوع شمال افريقيا، واللي شمال افريقيا على طول مرتبط باوروبا، فيبقى ده بتاع منطقه روما هي اللي اعتمدت على النص الغربي ده. يقول اهم مميزات النص الغربي الميل الى التفسير، فهناك كلمات وربما عبارات تم تغييرها سواء بالحذف او الاضافه، وربما يكون الدافع وراء ذلك جعل النص اكثر سلاسه واكثر توافقا. يعني ايه؟ الناسخ بينسخ، هقول مثلا بس مش مثلا بالانجيل، يعني هو بخترعه مش اصلي، مثلا ايه؟ فقال لها المسيح طليصة قومي، او مثلا فقال لها انفتح، اي انفتح. كلمة اي دي هل دي اصلية في النص ولا واحد يعرف شوية سرياني فبيفسرها لي؟ النص الغربي يعتمد على كده، لما يلاقي كلمة صعبة يحاول يفسرها. مش معنى هذا كل ما تلاقوا في الانجيل كلمة اي يبقى الغرب عمل كده، لا، ده انا بشرح يعني ايه كان بيفسر. يعني ما يلاقي كلمة صعبة يحاول يفسرها. ثالث نص، النص القيصري. نص القيصري بتاع قيصرية فلسطين. نص قريب جدا من النص الاسكندرية. تضرح لهم من ازاي ده؟ ده قريب من بتاع اسكندرية. غير هيلاريون ده ما كانش علمي قوي. اوريجانوس. اوريجانوس هو طالع من اسكندرية خد الانجيل بتاعه معاه. اوريجانوس ده كان معضلة في كتاب المقدس. فالنص بتاع اوريجانوس انتشر في منطقة قيصرية، وابتدى ياخد منه الايات اللي اعتمد عليها قديس كورنوس الاورشليمي كلها من النص القيصري. وهناك كان في جاليه كبيره من الارمن في المنطقه، كولوني كده من الارمن، فاعتمد على النص القيصري. والارمن دول هم اللي بشروا جورجيا، فيبقى النص بتاع جورجيا يبقى النص القيصري. طب اقول لكم النص بيمشي ازاي؟ فالمخطوطات بعد كده اللي ظهرت في قيصريه او عند الارمن وحتى الترجمات بتاع جورجيا دي على بعضها يسموها النص القيصري. الثلاث نصوص دول لغايه دلوقتي ما فيهمش مشاكل. يعني لو في تغييرات، تغيير حرف، تغيير حاجه من الناسخ عشان يفصل. اخر نص، النص البيزنطي. او بيسموه احيانا النص السرياني. او النص الكيني، كيني اللي يعني الشائع. أو النص الكنسي، يعني أسماء حلوة. أجمل نص، نص البيزنطي أجمل نص وأحدث نص. يعني إيه أحدث؟ آخر حاجة يعني بعد ما اللخبطة فيه كتير. النص البيزنطي أجمل نص، يعني إيه؟ يعني كل واحد بينسخ كلمة ما تعجبوش يصلحها، جملة يحس انها ناقصة يزود كلمة، وهكذا. فنشأ نص جديد اسمه النص البيزنطي، بعيد سن عن النص الأصلي. انتشر النص ده انتشار واسع من القرن السادس والسابع. بقول أحدث نص، قلنا نص الإسكندري من القرن الكام؟ الأصول بتاعته تاني. نص الإسكندري بتاعنا من القرن التاني. النص البيزنطي القرن السادس السابع، يعني نساخ شبعوا فيه لعب زي ما عايزين. بيشهد له المخطوطات المشهوره بتاعته، مخطوط او اتنين من الانسيال، وكل المخطوطات المنسكيول، كل المخطوطات اليوناني اللي هو زي اللي على الشاشه ده،
اللي هو الحروف المشبكة كلها بتشهد النص البيزنطي، أهمية النص البيزنطي. أجمل كل جملة كل جملة فلجر شوية كده صعب في تركيبها نحط لها كلمة أو حرف عشان تبقى أجمل، تبقى أجمل في النطق، أجمل في الشكل. يعني من بره بس. ما الكتاب المقدس وصوله ما بنلعبش في حرف، احنا كان الكلام ده كله على حروف مش على تغيير في النص. يعني واحد شال رساله وحط رساله، واحد الف انجيل، ما تتخيلوش الكلام بيوصل. لا دي حاجات رفيعه بس عشان الدقه في كنيستنا سواء في الشرق او في الغرب لا نؤمن بحاجه اسمها النص ده محرف نولع فيه، ما عندناش النقطه دي ابدا، احنا مش خايفين من حد، بنحتفظ بجميع النصوص وبنقول ده النص الاصلي بتاعنا، ودي اخطاء النساخ. غيرنا ممكن يولع في كل النصوص عشان ما تقدرش تثبت ان النص فيه خطا او لا. فتبقى الاختلافات بين نص ونص، حرف او كلمه او نقطه او بدايه ايه او نهايه ايه، بنسميها اختلافات. من كتر الامانه العلماء، لو تعرفوا تاريخ الكتاب المقدس اليوناني الحديث وصل لنا ازاي، تعرفوا الناس كانوا امناء جدا 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 للمسيح وامناء للانجيل، وازاي سهروا على اساس نقطه يحطوها ولا لا، نقطه مش في نهايه الجمله، ويجي يحط لك هامش تحت النقطه هنا ممكن نحطها ولا ما نحطهاش. وهقول لكم على ازاي ترقيم كتاب المقدس في النقطه دي. وقت ما تقولوا خلاص قولوا، المحاضرة طويلة ممكن نكمل بكرة عشان ورانا قداس بكرة. سيدنا اللغة بتتغير من عصر لعصر، مش ممكن قوي اللي حصل في العصر الثالث دوت يكون بس يعني تغيير اللغة، الكلمة ممكن ما نستعملهاش قوي فنحط الكلمة اللي احنا نستعملها دلوقتي. دي اللي انا قلتها اخطاء النساخة المقصودة، هي دي اخطاء النساخ المقصوده. ان انا اقرا النص اللي قدامي، ودي مشهوره جدا في النص البيزنطي، الكلمه اللي مكتوبه مش بتستعمل دلوقتي وفي كلمه اسهل منها بتستعمل، ودي هتلاقوها كتير في مثل مشهور في المخطوطات في السبعينيه بالذات. كان في اسم بلد في العصور الأولى لها اسم واسمها اتغير في العصور اللي بعد كده. للأسف الكلمة مش في ذهنك، تلاقوا في العبري مكتوب الاسم القديم. تيجي في السبعينية تلاقي مكتوب الاسم الحديث. في النص. يعني هنا مكتوب اسم، تلاقي الاسم ده غير الاسم ده. تيجي ازاي الاسم ده غير الاسم ده؟ لأن هو حالياً وهو بينسخ لما يجي يكتب أفرودوتو بولس، فين أفرودوتو بولس دي؟ بيقول لك وولد الأنبا فلان في أفرودوتو بولس. مين يسمع سمع عن أفرودوتو بولس دي قبل كده؟ طب ما يكتب أطفيح، أطفيح جنب الجيزة. فيجي اللي بينسخ يشيل كلمة أفرودوتو بولس ويحط أطفيح. مفيش خطأ في المعنى. ولكنه استعمل الكلمة الحديثة بتاعت فدي بنسميها الأخطاء المقصودة. إن واحد حاول يشيل كلمة قديمة مش مفهومة دلوقتي وحط كلمة جديدة مفهومة دلوقتي، عيبها إنها يبقى كل عصر فيه تغيير في النص، فيه تغيير في النص. بتلماوس عكة، اسم قديم واسم جديد، ده عيبها بعد فترة هتبقى مش عارف الأصل كان إيه، الأصل يروح مننا. فالصح حسب العلم سيب الكلمة زي ما هي، حطها مش تحت. ايوه زي حبرون وقرية بربع موجودة في الانجيل بالاسمين في العهد القديم. حبرون اسم قديم واسم جديد في ال، بس انا ما اعرفش دي مخطوطات ولا يعني السبب المخطوطات ولا هي عندها الاسمين في نفس الوقت. لكن السبعينية واضحة جدا كان يشيل الاسم القديم ويحط الاسم الجديد. ما
الوسطى كده يعني ان واحده موجوده من داود كان في قريه قرطبه والثانيه موجوده في قريه حقوز مدينه قرطبه. نفس الايه دي نسخه او ترجمه من اللغه الاخرى، يحط الكلمه السهله ويشيل الكلمه الصعبه اللي الناس مش هيفهموها فيحط الكلمه الجديده. سيدنا هل نقدر نفسر تغيير النص بالايات عن سيد العذراء الايات والمنعم عليها ام التي ممتلئه نعم؟ ممكن نقفل لغايه هنا ونكمل بكره، نقفل بالسؤال ده مش معاد خلاص. الحته الممتلئه نعمه او المنعم عليها دي مش خطا تغيير كلام او تغيير نسخ. هنا الكلمه في اليوناني كي خاريتو ميني، الكلمه اللي احنا بنقولها في التسبيح شيري كي خاريتو ميني، كي خاريتو ميني خاريتو، وهنا المعنى ده معناها واحد ينعم على حد. انا جاي في الباسيف منعم عليا. لما دخلت في القبطي المترجم فهم من النص من الكلمه دي انها ممتلئه نعمه فترجمها شيري سي اسمه نهموت. شيري سي اسمه نهموت دي كلمه قبطي، شيري كي خليته مني دي كلمه يوناني. المترجم من اليوناني للقبطي فهم كلمه شيري كي خليته مني في عصره انها تساوي شيري سي اسمه نهموت. فهنا مش تغيير نص، ده واحد فهم. دي ميزتها ايه يا ابطال في الحته دي؟ مهمه جدا. ان السبعينيه مختلفه شويه عن العبري. السبعينيه مترجمه امتى؟ كلمه السبعينيه الاول يقصد بيه خمس اصفار موسى بس، وبعد كده الاسم ده بقى مشي على العهد القديم كله، لكن كلمه السبعينيه وقت ما كتبوها يقصدوا بيه خمس اصفار موسى فقط، اللي هي ترجمه هي الملك بطليموس في ديلفوس. كان اللي اترجم في اسكندريه هنا خمس اصفار موسى بس، يعني ما كانش فيها سفر اشعياء، ما كانش فيها الايه بتاعت هل عذراء تحمل وتلات ابنه. اللي اترجم كان خمس اصفار موسى، سفر اشعياء اترجم بعد كده 100 سنه. لما قوم يترجموا من العبري لليوناني فهموا النص كده، يبقى النص كان معناه كده في عصرهم. فلما اجي انا النهارده اقول لا المترجم اخطا، اقول لك لا المترجم ما اخطاش، هذه الكلمة كانت تحمل هذا المعنى في هذا العصر. هديك مثلا باللغة العربية. مش خطأ مقصود، ده مش خطأ مقصود، ده مفهوم. ده انا بترجم مش بنسخ، ده انا بترجم. يعني مثلا ايه؟ واحد هو ماشي، كان ماشي وراء القطار. الجملة دي موجودة في قول مثلا سنة 300 هجرية أو 200 هجرية. مخطوط مكتوب فيه إن واحد كان ماشي ورا القطار. ما كانش فيه قطار وقتها؟ طب لما تيجي تترجمها النهارده تترجمها إيه؟ ترجمة عايز الترجمة الحرفية؟ كان يمشي ورا قافلة من الجمال. لو ترجمتها كده لك النص ما بيقولش كده. لا النص بيقول كده. لما كان يجيب جمل، واحد واخد جمال وراح يبيعهم، يقطر ديل الجمل في راس الجمل اللي بعده، وديل في الراس وديل في الراس، يبقى ماشي صف كده. الصف الجمال ده اسمه قطار من الجمال. بالانجليزي نفس الحكايه كارافان، زي كلمه كارافان وطرف كارافان. فكلمة قطر في كلمة عربية فصحى، بس معناها ايه؟ معناها جبال ماشية ورا بعضها. فلو قلت النهاردة إثبات معجزة الجزيرة العربية انهم اخترعوا القطر قبل اختراعه مش عارف، هو ده التهريج. فعشان كده لما نقلص على ترجمات القرون الأولى كانت بتبقى ترجمة دقيقة جدا للنص حسب مفهومه في وقتها. هذه النقطة. السجادة يعني ايه؟ البساط، غطاء الأرض مثلا. السجادة يعني ايه؟ في ناس قالوا البساط، في معنى تاني للسجادة. السجادة هي مكان السجود، ملهاش دعوة خالص بالمكت والنساجون الشرقيون خالص، ملهاش أي علاقة بيها.
الحتة اللي كان واحد بيسجد فيها هي مكان السجود اسمها السجادة. فعشان يسجد ما يسجدش على الأرض كان يحط أي حاجة، يحط جلابية، يحط شوية قش، يحط أي حاجة. فالحتة اللي بيسجد فيها اسمها السجادة، فاخترعوا على كده سجادة السجود، حتة القماش عشان يسجد عليها لما يسجد على الأرض، فسموها السجادة. لكن كلمة السجادة هي مكان اللي بيسجد عليه. فعشان كده بقول المترجم بتاع السبعينية حسب ما فهم النص العبري كان معناها كده في وقته، ما كانش بيألف من دماغه. ونفس الحكاية أهمية الترجمة القبطية، هنرجع لموضوع الترجمة القبطية في نهاية المحاضرة اللي جاية. أهمية الترجمة القبطية إن المترجم القبطي من اليوناني كان يجيد اللغة اليونانية وكان بيتكلم لغة قبطية لغته، وكان فاهم اليوناني دي تعني إيه، فهو فهم شيري كي خاريتو ميني تساوي شيري سي اسمه نهموت، سلام لك عيتها الممتلئة نعمة. هو ما غيرش، لكن ده كان مفهوم وقتها. طب بريد ازاي يا سيدي؟ دلوقتي بريد ازاي على البروتستانت؟ لما الوضع كده بالنسبة للنص الأصلي في الجريك إن هي قبلتها المنعم عليه، إحنا نرد عليهم ازاي إن إحنا كأباء بنقول أيتها الممتلئة نعمة؟ نريد نقول إيه يا فندم؟ قول المحاضرة دي كلها. يعني ممتلئة نعمة، مع طبعا مع احترامنا وترجمنا وشفعتها، مع جابت النعمة من فين؟ مع ليه بناخد مواضيع الحساسية؟ هي ممتلئة نعمة عن ربنا اداها نعمة اللي هي المنعم عليها، فما ناخدش الأمر بحساسية قوي كده. يعني الموضوع ما فيهوش حساسية اطلاقا. النعمة اللي خدتها العذراء مش نعمة شخصية، مش جهاد شخصي، هي ست كانت طاهرة وكانت قديسة، لا أحد ينكر هذا، وإلا ما كانش نقاها هي بذات عشان المسيح يتجسد منها. ولكن لا يكفي إطلاقا لا قداستها ولا جهتها ولا أي حاجة فيها إن يتجسد فيها المسيح. إحنا بنتكلم عن الخالق، ما بنتكلمش على بشر. كانت محتاجة نعمة من السماء، ومش نعمة زي النعمة اللي خدها موسى ولا النعمة اللي خدها أنبياء العهد، لا، محتاجة نعمة بنوعية خاصة. فالإنجيل ما لقاش أكثر من كلمة شيري كي خاريتو ميني، يعني السلام لك أيتها، يا من قد أنعم عليها، الترجمة الحرفية يا من قد أنعم عليها، يعني اللي أنت خدت نعمة خلاص، والفعل باسف وبرفكت تام، يعني ربنا ملاك بنعمة عظيمة فيك فأصبحت ممتلئة نعمة. النعمة هنا يا سيدنا حلول المسيح في بطنها، أو حلول يعني حلول الروح القدس عليها، ده قبل جهادها، ده لسه قبل التجسد، أم حياتها الروحية قبل التجسد، يعني فضائل قبل التجسد، يعني فضائل. مش فضائل، لا، ما أنا بقول لقدسك الفضائل ما تعملهاش نعمة. ده بيقول لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك مباركة أنت في النساء، وبيبشرها بالحمل. فهنا من قبل ما بيكلمها كان الله ملأها بنعمة خاصة، ده نعمة من عنده مش بتاعتها. تستحقها؟ أقول لك تستحقها، بس حتى كلمة تستحقها الواحد بيقولها بتحفظ. مين يستحق إن المسيح يتجسد جواه؟ احنا دلوقتي بناخدها ببساطة، لأن فعلا المسيح بيتجسد جوانا في كل يوم بتناول، مش بيدخل من فيها المسيح، فمش حاسين بالقيمة دي قوي زي ما هي حاسس بيها في وقتها. ازاي المسيح لما ربنا فكر ينزل بس يقرب مننا، ينزل على الجبل، الجبل دخن بالنار وولع كله، ده هينزل في بطن العذراء. فكانت محتاجة نعمة خاصة. فشيري كي خاريتو ميني تقول يعني هي منعم عليها، منعم عليها، لأن محدش تاني كان ممكن ينعم عليه زي العذراء عشان تتقبل سر التجسد الإلهي. أنا آسف كنت تعبتكم، اتفضل يا أبويا. وآخر حاجة بس يا سيدنا، هو بس عشان في أحيانا كتير ناس بتسأل هو أصل الإنجيل جه منين وفين النسخة الأصلية وكده، بس أنا عايز كملت المحاضرة. أنا عارف المحاضرة مجهدة، فبحاول أقولها ببساطة لأنها بتقول لنا الإنجيل اللي في إيدنا ده، الإنجيل اللي في إيدنا وصلنا إزاي، وناس قد إيه تعبوا فيه، وكنيستنا القبطية عملت إيه.
دي نقطة أساسية. إحنا ككنيسة كل كلامنا بيدور حول النص الإسكندري، نص اللي أبائنا عملوه. إحنا عملنا إيه؟ إحنا ككنيسة قبطية عملنا إيه في العصر الحديث؟ هتفاجئوا إن واحد زي حبيب جرجس عمل حاجة محدش كمل. إحنا عملنا إيه؟ إحنا عملنا إيه لترجمات الكتاب المقدس؟ عملنا إيه لدراسة الكتاب المقدس في كنيستنا؟ الغرب عمل كتير من أجل أن يوصل لنا الإنجيل لغاية في إيدينا لغاية دلوقتي. بس ما إحنا اللي سلمنا الغرب الإنجيل يعني. حتى المخطوط بتاعتنا. يعني مش مشكلة بس. الحروف اليوناني واخدينها من عندنا. بس علينا دور يعني. علينا دور كبير. ودي حتى يعني أقولها لكم يعني بالأمانة، بس يعني سيدنا يعمل نفسه مش واخد باله. أنا أمجد العمل اللي سيدنا بيعمله هنا في منبر. إن هو أول كلية لاهوت معترف بيها على مستوى الكرازة المرقسية. دي مش سهلة. انتوا عايشين في النعم بس مش حاسين بيها. ان يبقى في كلية لاهوت تبع الكنيسة القبطية معترف بيها عالميا، تخرج علماء في فروع الكنيسة، دي مش سهلة. احنا كلنا واخدنا في الفترة، على اقل الفترة الحديثة، واخدنا بالبركة شوية. البركة ما تنفعش في كل العصور. البركة تنفع لحياتي الشخصية وعلاقة بربنا. بس كناحية علمية صح، الكنيسة كمؤسسة لازم يكون فيها الشغل الكنسي صح. على اساس زي ما ربنا بيقول لما حد يجي يهاجمنا في الميديا يقول طب ما انتوا في الكنيسة بتقولوا، طب ما انتوا عندكم ايات محرفة، طب ما انتوا عندكم، لازم يكون في ردود. يعني لازم نجاوب عن كل، عن سبب الرجاء الذي فينا بوداعة وخوف. بوداعة وخوف يعني ايه؟ ونختم الكلام. الآية بتقول إن تجاوبون كل الذي يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. يعني إيه بوداعة وخوف؟ مخافة من ربنا يعني. مش مخافة من الوقف قدامه يعني. لا طبعا. مخافة من ربنا بس كيف المخافة ربنا. ما هو بيقول بتجاوب عن سبب الرجاء الذي فيكم. السبب الرجال فينا هو المسيح فينا. فلو أقول المسيح فيا وأجاوب بدون وداع وبدون خوف يبقى المسيح مش فيا. فالوداع والخوف بالسبب اللي أنا متحد بيه، ده اللي بيديني الوداعة. الوداعة والخوف منه هو السبب. الوداعة اللي فيا بسببه هو اللي فيا. فأنا بجاوب بالسبب اللي ساكن فيا، مش بسبب علمي أو بسبب. الله يعوضك يا أبهار بشكل. Very much, Sayyidina. Sayyidina is very humble and always says that he doesn't have any theological qualification. But I think you would all agree with me, the great scholarship that we see tonight in all of this very rich research that His Grace has done. You can see his humility and his love. But we are very happy, Sayyidina, for all of this rich teaching that you're giving all of us. From what I can see, you are all exhausted. Correct? I've had about 5 hours sleep for the last 9 days, so I'm also very exhausted. So I think maybe we go to rest so we can be ready for Nebenio de Nebisco, Sava, Soria, Nebenio de Nebisco, Sava, Evangelios, Notitet, Etagruje, Noe,
Ready to pray thankfully. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Through Jesus Christ our Lord, for thine is the kingdom, power, and the glory. The love of God the Father and the grace of His only begotten Son and the gift and fellowship of the Holy Spirit be with you all. Go in peace. May the peace of the Lord be with you. Father,